شكل العكاش ابي وقاش كيجيني النعاس كيطلع تخرجوا لك ليها الليل تيخرجوا لك الحمد لله وتفايلك وتفايلك مليك اتمرت الله يصوبها شقيق الله يصوبها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بنا في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى من الله يلقاكم في أحسن الأحوال. بعض الآباء كيغلطوا بزاف في التربية ديال وليداتهم، كيسحب لهم أن الفشوش الزايد وأن الطفل اللي حل عليها فمو يلقى هذيك الساعة قدامه أن هذه هي التربية الصحيحة. إلا هذه راها ما تربية ما والو، راك تربي واحد الابن اللي غير مسؤول في المستقبل، لانه ما غيبغي لا يقرا لا يخدم لا يضرب تماره، لانك ولفتيه اللي بغاها كتوفرها ليه بدون نقاش. اذا انت هو غادي يعول عليك توفر ليه كل شيء حتى في كبره، حيت انت اللي فششتيه بلا قياس النهار الاول. وهذه التربيه راها غلط في غلط، وشحال من اسره كتعاني مع وليداتها اللي رباتها في الفشوش. قصتنا ديال اليوم الاحداث ديالها وقعوا بمدينه الدار البيضاء، وغادي نمشيو عند اسره مغربيه عايشه بحي التيسير بمدينه الدار البيضاء. هاد الاسره متكونه من الاب والام وثلاثه ديال الابناء، جوج بنات وولد واحد هو الصغير في خواتاتو واللي سميتو شفيق. هاد الاسره على قد الحال، ما عندهمش وما خاصهمش كيف ما كنقولوا، البنات مزوجات وكل وحده بدارها، وبقى شفيق عايش مع والديه في الدار، ولكن كان كيعجبو يمشي بزاف للدار ديال جداتو اللي متواجده بحي الفرح. وهكذا شفيق كان كيعيش ما بين الدار ديال جداتو والدار ديال والديه. بما ان شفيق اخر العنقود وهو الابن الذكر الوحيد للاسره، فكانوا مفشينو بزاف والديه وجداتو حتى هي، لدرجه ان اللي بغاها او اللي حل عليها فمو خاصها تحضر وديك الساعه، وما خاصهمش يعترضوا او اللي يقولوا ليه لا. وما حد شفيق كيكبر والفشوش ديالو غادي وكيزيد، خصوصا مني شفيق وصل سن المراهقه. هنا الولد الفشوش ديالو زاد فوق القياس، ولا الولد اللي شافها راها ديالته واللي طلبها خاصها تحضر، وقباحته زادت فوق السيطره. شفيق بكثره الفشوش اللي عايش فيه وصل واحد السن قال لوالديه بانه قرر ينقطع على الدراسه، وللاسف والديه ما قدروش يمنعوه او اللي يسيطروا عليه باش يبقى في قرايته، وخلاوه على خاطره. وبالفعل شفيق جلس من القرايه وما حاول يدير والو في حياته، وهنا الوالدين شافوه غادي يضيع مستقبله وبداو كيحاولوا يقنعوه يدير التكوين المهني او اللي يتعلم شي حرفه او اللي يدخل راسو شي صنعه باش يقدر حتى هو يخدم ويكون المستقبل ديالو بحال الناس ويعول على راسو ويكون انسان مستقل بذاته. الاب ما خلى فين قلب لولده فين يدخل يتعلم حرفه ويخدم على راسو، ولكن والو شفيق راسو قاسح وما مسوقش نهائيا ورامي الحمل كله على والديه. والاكثر من هذا الشيء الولد تعلم يكمل قارو وولات يدخل مع الطل دارهم وما كيسمعش الوالديه نهائيا وكيتغاوت معاهم وما كيحترمهمش. ومنين شفيق تيدخل مع الطل الدار وفيه ريحه القارو، الاب ديالو كيبدا يخاصم عليه وينهيه، ولكن الام كانت كتدخل وكتقول له بعد ليا من ولدي راه باقي صغير وهذاك غير طيش المراهقه ودابا يدير عقله، وكتمنع الاب انه يزير ولده. المراهقه والفشوش الزايد خلى شفيق يتمادى في التصرفات ديالو، وفوق من هاد الشيء رفقاء السوء زيدوا شفيق لشي حوايج خايبين بزاف. شفيق علموه صحابو يكمل حشيش ويجرب الاقراص المهلوسه، ولا اللي لقاها قدامه كيبغي يجربها ويشوف التاثير ديالها كيفاش داير. وهكذا حاله شفيق ولات غاده من سيء الى أسوأ. في هذه المرحله الوالدين ديالو غادي يقرروا انهم يديوه يشوف طبيب اختصاصي اللي غادي يساعده في العلاج من الادمان. وداك الشيء اللي كان، الاب والام شدوا شفيق وقنعوه انه يديوه للمستشفى ابن رشد
وبداو كيسولوا على طبيب اللي يقدر يساعد ولدهم ويعالجوا من الادمان ديال المخدرات. شفيق شافو الطبيب، دوز ليه، هضر معاه، وفي الاخير شخص الحاله ديالتو ان الولد كيعاني من انفصام في الشخصيه، وخرج ليه الادويه اللي غادي تساعده في العلاج. شفيق مشى للدار وبدا والديه كيديروا معاه الخاطر وكيسعفوا معاه وكيعطيوه الادويه ديالو وكياخذها بانتظام، وفعلا حالته النفسيه بدات كتحسن نهار على نهار، وحتى والديه بداو كيرتاحوا شي شويه من جهته. هذا الشيء غير في الاول، ما هي الا ايام قليله من بعد شفيق ما بقاش باغي ياخذ الادويه ديالو بانتظام، وتيقول لوالديه انا راني ما مريضش، ما مريض ما والو، ما عندي ما ندير بداك الدواء. ولا مره تتزيروا الام ديالو كيشربوا، ومره اخرى كيغفلها وما كيشربوش. وهكذا مع مرور الوقت وسنوات كتفوت، وشفيق كيكبر وكيزيد يكبر معاه المشاكل ديالو. داست الوقت شفيق قطع الدواء بصفه نهائيه، وهذا الشيء خلى الحاله النفسيه ديالو تدهورت بزاف، والاكثر من هذا الشيء شفيق رجع للمخدرات، وهنا الامور غادي تخرج على السيطره. الولد ولا عصبي بزاف وعدواني بلا قياس، وكيتغاوت مع والديه وما كيسمعش ليهم، لدرجه انه ولا كيطلب الام ديالو باش تعطيه الفلوس باش يشري بها المخدرات، والا ما عطاتوش فهو كيمد يدو على الام ديالو كتصل به الدرجه حتى انه كيضربها. شفيق ما بغى لا يخدم لا يتعلم صنعه، ما باغي يدير والو في حياته غير يطلب لوالديه الفلوس ويشري بها المخدرات، وما يدخل حتى لنصاصة الليل. وهذا الشيء خلى حياه هاد الوالدين جحيم لا يطاق، ولدهم تكرفص عليهم وعذبهم بمعنى الكلمه. والاكثر من هاد الشيء الولد ولا كيدابز مع الجيران وكيتضارب مع الولاد ديال الدرب، ولا كل مره جايب مشكل في شكل والديه. واحد المره شفيق مشى عند الام ديالو طلب ليها الفلوس باش يشري البليه، وهي قالت ليه ما عنديش، وهو يتشاد معاها قال ليها والو جبدي ليا الفلوس اللي عندك، وهي مسكينه تقول له ما عنديش راك ما خليتي ليا والو. وناضم سخوت الوالدين هز واحد العصا بغى يضرب مو بها، منين تلقات ليها هرس ليها يديها. دازت الايام، السلوك المنحرف ديال شفيق تسبب ليه واحد المره في الحبس، وفعلا تشد ودوز الحبس. وخلال هذه الفترة السجنية ما كانش كياخذ الأدوية ديالو، والحالة النفسية ديالو تدهورت بزاف. ومنين خرج من الحبس السيد خرج جاعر، وتزادت العدوانية ديالو كتر وكتر. وهنا الأم مسكينة الحنينة عاودات داتو السبيطار، دوزات ليه وعطوه الدواء، شراتو ليه وبدات كتسيس معاه باش ياخدو باش يبرا ويتهدن. في الايام الاولى شفيق كان كياخد الدواء ديالو بصفه منتظمه، وحالته النفسيه بدات كتحسن، ولكن غير حس براسو ولا بخير رجع قطع الدواء ورجع للعدوانيه ديالو. وهنا كانت الضحيه الاولى هي الام اللي مسكينه في وجه المدفع، هي اللي ما كيبغيش يشرب ليها الدواء، وهي اللي كيعنفها الا ما بغاتش تعطيه الفلوس، يعني كان معيشها في واحد العذاب وخلاص. دازت ايام وجات ايام، وفي 26 من شهر 1 سنه 2010 الام خارجه من الدار باش تزور وحده في بناتها سميتها خديجه اللي مزوجه وساكنه بمنطقه سيدي مومن. هاد بنتها كانت حامله وما بقى ليها والو تولد، هذا علاش مشات عندها الام ديالها باش تقابلها وتجلس معها حتى تولد. المهم الام وهي غاده باش تشد الطاكسي تعرض ليها مسخوط الوالدين شفيق وقال ليها اعطيني الفلوس. الام بقات كتجاحد معاه كتقول له ما عنديش، وبدا كيجر فيها كيقول ليها والو راه عندك راه ما غاديش نتفك معك حتى تعطيني. وهنا قالت ليه مورا ما عنديش، انا غير غاده عند اختك خديجه نقابلها راه قريبه تولد. هنا شفيق لصقها قال ليها وديني معك حتى انا نمشي عندها. الام تتجاوبو تتقول ليه لا ما عندك فين تمشي، راجل اختك واعر وما كيبغيكش تمشي لعندو، واختك عيانه وقريبه تولد وما قداش على المشاكل ديالك، هذا علاش جلس في داركم. فعلا الام ركبات في الطاكسي ومشات عند بنتها خديجه. شفيق حتى هو ماشي من العاكزين تبعها غادي حتى هو عند اختو. الام وصلات دخلات عند بنتها
سالمو البنت فرحات بالمجيه ديال الام ديالها، ويلاه جلسوا كيهضروا شويه كيسمعوا الدقان في الباب. كطل البنت خديجه من الشرجم كتقول شكون، كيقول ليها انا شفيق خوك حلي عليا الباب. اختو غير شافته كحلات بالعمى وقالت ليه ما حلاش ليك الباب، سير شفيق سير في حالاتك. شفيق بيني وبينكم عارفينو بلي وفيه غير الصداع والمشاكل، والاكثر من هاد الشيء زوج خديجه ما كيحملوش وما كيبغيهش يجي عنده للدار، هذا علاش رفضوا انهم يحلوا ليه الباب. شفيق حتى هو من جهته راسو قاسح وحلف لا مشى في حالاته. اشنو دار؟ طلع للسطح ديال العماره اللي ساكنه فيها اختو وجلس تما، وداك النهار الشتا كانت كطيح خيط من السماء، طاحت الظلمه والسيد ده النعاس وتجبد في السطح. واحد اللحظه شي حد من الجيران ديال العماره طلع للسطح يصوب البارابول حتى كيبان ليه السيد مجبد ناعس في السطح. الجار تخلع يسحب له راه شفار ومشى جمع الجيران وطلعوا ليه كاملين وبداو كيسولوا فيه شكون انت واش جاي كدير هنايا. جاوبهم شفيق وقال لهم انا راني جاي عند اختي راها ساكنه معاكم في نفس العماره. الجيران ما عجبهمش الحال وقالوا ليه خاصك تحيد من هنا سير في حالاتك. وفعلا شفيق نزل من السطح وخرج من الدرب وبقى غادي جاي غادي جاي من حدا العماره. شويه قرر انه يرجع يدخل ومشى عند اختو خديجه وبدا كيدق عليها في الباب، وفعلا حلات ليه اختو الباب ودخلاته. ديك الوقيته كان في الدار غير اختو خديجه وولدها الصغير الياس اللي في عمره 9 سنين والام ديالو. المهم شفيق جلس حطات اختو العشاء وبداو كياكلوا داكشي اللي قسم الله. شفيق غير كلا وشبع وهو يدور جهه تمو وبدا كيقول ليها اعطيني الفلوس اعطيني يا لاله الفلوس راني ما عندي حتى شي ريال. امو قالت ليه ما عندي ما نعطيك نوض سير في حالك لداركم. شفيق اصلا كان في حاله هيجان وما واخدش الدواء ديالو ومقطوع من الكارو والمخدرات. السيد تسيف على امو وتعصب وبدا كيغوت ولاو فيه عشرة. هنا الام وبنتها بداو كيحاولوا يخرجوه من الدار باي طريقه قبل ما يجي راجل خديجه. شفيق كان في حاله هيجان ما بغاش يخرج ليهم من الدار ومشى كيجري جهه الكوزينه وبدا كيقلب على شي حاجه اللي هي ماضيه ويتبان ليه غير المقده. مشى هزها واتجه نيشان عند الام ديالو وبدا كيوجه ليها في ضربات قاتله على مستوى الراس. الام مسكينه حاولت تدافع على راسها وبدات كطاكي بيديها وكتقاوم فيه، وهو بدا كيطعن فيها وكتجي فيها الضربات في يديها وفي راسها حتى طاحت السيده على الارض وماتت وغرقات في دمها. خديجة الأخت ديالو تخلعات وبدات كتغوت وكتطلب النجدة من الجيران. وهنا شفيق غيشد ليها ولدها الصغير إلياس وغادي يحكمو مزيان وبدا كيهدد فيها، قال ليها دابا غادي تمشي تجمعي ليا الذهب والفلوس كاملين اللي عندك وتعطيهم ليا وإلا غادي نقتل لك ولدك. ديك الساعة خديجة بلا ما تفكر مشات كتجري لبيت النعاس جمعات داك الذهب كامل اللي عندها وعطاتو ليه وعطاتو معاه 1000 درهم كانت عندها وقالت ليه هاك خد هاد الشي كامل وطلق ليا ولدي عافاك ما تأديش. شفيق في ديك اللحظة كان بحال شي وحش متعطش للدماء باغي غير يقتل. وبالفعل رغم الطليب والرغيب ديال خديجة شفيق هز المقدة وبدا كيطعن في الولد الصغير حتى قتلو ورماه في الأرض حدا جداه. ومن بعد داز الخديجة تهيه وجه لها طعنات في الرأس حتى قتلها وطاحت في الأرض غارقة في دمايتها. شفيق نفذ الجريمة ديالو بكل وحشية وبقى كيشوف دوك الجثث بثلاثة طايحين في الأرض وبدا كيفكر شنو غادي يدير ليهم. من بعد شفيق دخل للدوش غسل المقدة من الدم وغسل يده مزيان ورجع حدا الجثث وبقى كيشوف فيهم. وهنا قرر انه يجر الجثث بثلاثة ويدخلهم لواحد البيت وغطاهم بواحد الحصيرة وسد عليهم الباب وجلس كيتسنى فراجل اختو خديجة حتى يجي للدار باش حتى هو يقتلو بحال الاخرين وينتقم منه لانه ما كانش كيحملو وما كانش كيبغيه انه يجي عنده للدار. في هاد الوقيته شفيق بدا كينظف البلاصه اللي ارتكب فيها الجريمه من الدم باش الا دخل راجل اختو ما يلاحظ والو من الاول. ومنين سالا من التنظيف
بقى شفيق جالس في الصالون كيتسنى فراجل الختو يجي، وبقى هكذاك حتى 6 ديال الصباح. عاد جا راجل الختو مسكين اللي كان خدام الليل كامل. السيد دخل لدارو ما عليه ما به، كيباغتو شفيق على غفلة وكينزل عليه بالمقده للراس وبدا كيطعن فيه حتى قتلو. هنا راجل ختو جاه داك الشيء على غفله، ما قدرش يقاوم او اللي دافع على راسو. جاه المجرم من اللور وبدا كيطعن فيه حتى طيحو جثة هامده. من بعد جرو ودخلوا للبيت اللي فيها باقي الجثث ديال الام والاخت وولدها، وحطوا حداهم، غطاهم كاملين بالحصيره، سد عليهم البيت، ومن بعد غسل حالته من الدم وبدا كيقلب في الدار على اي حاجه عندها قيمه من ذهب او لا فلوس. جمع كل شيء وهرب في حالته. منين صبح الحال الجيران فاقوا وبداو كيسولوا بعضياتهم، واش ما سمعتوش شي هوات وشي مدابزه البارح بالليل جاي من الدار ديال خديجه وراجلها؟ كل شيء هم قالوا اه بالصح، سمعنا الغوات والتهراس، ولكن حتى واحد ما قد يتدخل او اللي يدق عليهم يشوف اش اللي واقع. كل شيء كان كيقول راجل مع مرتو مناقشين في دارهم، كل واحد داخل سوق راسو. ومع مرور الساعات الجيران ديال العمارة اللي دايز من حدا الدار ديال خديجة وراجلها كيشمو شي ريحة ماشي هي هذيك، وكيستغربوا مال جيرانهم تقطع فيهم الحس وما بقاوش كيبانوا. هنا الجيران غادي يتجمعوا وغادي يمشيو يخبروا البوليس بديك الريحة اللي كيشمو خارجة من الدار ديال جيرانهم اللي غابرين، وأنه شاكين أن شي حاجة واقعة لهم، خصوصا بعد الصداع اللي سمعوه ديك الليلة. بالفعل البوليس جاو للعمارة وحاولوا مع الباب ديال الشقة حتى فتحوه، ومنين دخلوا كانت صدمة كبيرة. الدار كلها عامرة دمايات سواء في الأرض وحتى في الحيوطة، لدرجة أن الدم وصل حتى للسقف، وهذا الشيء بسبب الضربات القوية اللي كان كيوجهها المجرم للرأس ديال الضحايا دياله، فالدم كان كيطير حتى للسقف، وداك المنظر كان كيخلع بحال شي دار ديال الرعب. من بعد كيدخلوا للدوش كيلقاو المقدة وبانيو عامر بالماء اللي فيه الدم. مشاو كيقلبوا في باقي الدار كيلقاو واحد البيت مسدوده وما قدروش يفتحوها. المهم البوليس عندهم التقنيات ديالهم، فتحوا الباب ديال الغرفه ودخلوا، وهنا كانت الفاجعه. كيتفاجئوا بربعه ديال الجثث كلهم ميتين ومغطيين بالحصيره، الجثه ديال الام والجثه ديال الولد الصغير ياسر والجثه ديال الام ديالو خديجه اللي كانت حامله مسكينه قريبه تولد، يعني الجنين ديالها حتى هو ضحيه في هذه المجزره، وحداها الجثه ديال الزوج ديالها. كلهم عليهم طعنات قويه وغائره، اغلبها على مستوى الراس باداه حاده. المهم البوليس طوقوا المكان اللي وقعت فيه الجريمه، وحضروا فرق امنيه مختلفه سواء الشرطه العلميه والتقنيه، وبداو كيرفعوا جميع الادله والبصمات باش يقدروا يوصلوا للحقيقه ويفكوا لغز الجريمه. هنا المحققين بداو كيستجوبوا الجيران ديال العماره، وكذلك جابوا بعض افراد العائله اللي من بينهم الاب ديال خديجه والاخت ديالها. بداو بالاب هو الاول وسولوه واش كتعرف شي حاجه على الجريمه وفي من كتشك. مباشرة الأب كيقول للمحققين أنا شاك في شخص واحد هو اللي غيكون ارتكب هذا المجزرة، أنا شاك في ولدي شفيق لأنه عنده مرض نفسي وما كياخدش الدواء، بالإضافة أنه كيتعاطى المخدرات بجميع الأنواع ديالها، وراه معيشنا في الجحيم كاملنا، ديما كندبزو معاه وكنتخاصمو معاه بسبب البلية ديالو اللي حولاته لشخص عدواني وعنيف واللي ممكن انه يعنف اي شخص، حتى من الام ديالو ما سلماتش من التعنيف والضرب ديالو كان ديما كيتعدى عليها. المحققين جابوا البنت الثانيه اخت شفيق اللي تهي مزوجه وسولوها في من شاكه، قالت لهم نفس الهضره ديال الاب ديالها ان اخوها شفيق هو اللي غيكون ارتكب هذه الجريمه لانه انسان مضطرب وما كياخذش الدواء وكيخلط جميع انواع المخدرات. وهنا البوليس غادي يتحركوا باش يقلبوا على شفيق ويجيبوه اليوم قبل غدا، لانه شخص خطير وممكن يرتكب جريمه في اي وقت. وبداو كيسولوا الجيران اللي شافوه ديك الليله قبل ما توقع الجريمه، ولقاوه ناعس في السطح
سولوهم على المواصفات ديالو وشنو شافوه لابس داك النهار. الجيران عطاو الإفادة ديالتهم وبدات هنا رحلة البحث. وأول حاجة بداو كيقلبوا عليه في حي التيسير فين كيسكن، ولكن ما لقاوش. من بعد عرفوا من باه أنه كيعمر بزاف الدار ديال جداه اللي كاينة في حي الفرح، وراه ممكن يلقاوه تما. بالفعل البوليس مشاو لحي الفرح وبداو كيسولوا عليه اللي شافوا، ولقاو ولاد عمو في المنطقة وسولوهم عليه واش شافوه كيدور تما. وبالفعل قالوا لهم راه شفيق يالله كان هنا غير دابا، ويالله تحرك، وانه قال لهم راه غادي للمحطة باش يسافر المدينة الجديدة. واعطوهم المواصفات وشنو لابس، وقالوا لهم نفس المواصفات اللي عطاو الجيران من قبل. وعرفوا البوليس انه باقي لابس نفس الحوايج اللي كان لابسهم ديك الليلة اللي ارتكب فيها الجريمة. مباشرة البوليس على وجه السرعة مشاو لمحطة ولاد زيان، وبداو كيقلبوا عليه في الكيران ديال الجديدة باش يشدوه قبل ما يهرب. بداو كيسولوا عليه صحاب الكيران وعطاوهم المواصفات ديالو. وبالفعل واحد الكورتيي قال لهم راه شفتو غير دابا داز من لهنايا. والمهم البوليس بداو كيقلبوا عليه الكيران كاملين كار بكار وكيسولوا عليه صحاب الكيران. شويه البوليس جاتهم اخباريه ان المبحوث عليه جالس في واحد الجرده بحي الامل. وبالفعل البوليس غادي يمشيو في رمشه عين لهاد الجرده وغادي يدخلوا ليها، وبداو كيقلبوا عليه تما. وما هي الا دقيقه حتى لقاو واحد الشخص جالس وعنده نفس المواصفات ديال شفيق. اعتقلوه مباشرة ودوه لمقر الشرطة وباشروا معاه التحقيقات. شفيق في هذه اللحظة بداو البوليس كيسولوا فيه شنو علاقتك بالجريمة. ومنين شفيق جاوب اول حاجة بعدا انكر كل شيء وقال لهم ما عندي حتى علاقة بالجريمة. ولكن المحققين ردوا البال ان هذا الشخص من خلال هضرته كيبان انه ماشي شخص طبيعي وانه ماشي متزن، كتحس به انه شخص مريض وعنده اضطرابات نفسية، بالاضافة انه باين عليه كان عاش فترة في الزنقة يعني مكرفص حوايجه موسخين وحالته حالة. المهم اثناء التحقيقات شفيق كان مضطرب وكيخرج ويدخل في الهضرة، ولكن كينكر كل شيء وقال لهم ما يمكنش نقتل عائلتي، رانا ما درت والو وما عندي حتى شي علاقة بالموضوع. من بعد تقرر انه يهزوا شفيق ويعرضوه على طبيب مختص باش يعرفوا واش هاد السيد في كامل قواه العقلية او انه حمق وكيعاني من اضطرابات عقلية ونفسية. شفيق غادي يدوز ليه طبيب مختص في الامراض العقلية، وكذلك غادي تكون حاضرة الطبيبة اللي فايت متبع معاها في مستشفى ابن رشد وكتعطيه الأدوية ديال الانفصام. ومن بعد انتهاء الفحوصات الأطباء غادي يأكدوا أن شفيق كيعاني من اضطرابات نفسية وعقلية وكيعاني من الفصام نتيجة أنه ما كياخدش الدواء ديالو، وكذلك كيخلط في تعاطي المخدرات. وأكدوا أنه خاص يجلس في المستشفى واحد المدة ياخذ الأدوية بانتظام حتى تستقر الحالة النفسية ديالو، عاد ديك الساعة ممكن يعاود يحقو معاه من جديد. في هذه الوقيتة الشرطة العلمية قدرت أنها توصل لبزاف ديال الأدلة اللي كتدين شفيق، من بينها البصمات ديالو في الدار خصوصا على المقدة اللي هي أداة الجريمة، وكذلك الأطراس ديال الصباط اللي كان لابس كتنطابق على الأطراس اللي في الدار. وهذا الشيء كامل هي أدلة كتبين أن شفيق هو المجرم وما عنده ما ينكر أو ليتهرب، والتهمة ثابتة عليه. من بعد شهر كان شفيق بقى تحت المراقبة الطبية في المستشفى ديال الأمراض العقلية حتى استقرت الحالة النفسية ديالو، عاد رجعوه لمقر الشرطة باش يعاودوا معاه التحقيقات. المحققين حاصروا شفيق بجميع الأدلة اللي كتدينه وكتثبت أنه هو اللي ارتكب الجريمة. وهنا شفيق غيقرر أنه يعترف وقال أمام المحققين أنا اللي قتلت عائلتي وأنا سبب هاد الشي كامل. ولكن أثناء الاعترافات ديالو حاول يبدل السيناريو ديال الجريمة باش يحول راسه الضحية في الموضوع، وقال المحققين أنا دارنا ما كيحملونيش وما كيبغيونيش نجي عندهم، وأنا كنعس غير في الزنقة وكنلبس حوايج موسخين ومقطعين، وهما ما كيبغيوش يعاونوني وتا واحد فيهم ما كيحملني.
وبخصوص ديك الليله قال لهم انا جيت بت عند اختي في دارها، ناضت اختي والام ديالي فيقوني مع 6 ديال الصباح، قالوا لي والو نوض خرج دابا سير في حالاتك. شويه جا راجل اختو خديجه ويشنق عليه بغى يخرجو صحه من الدار، وهنا فين بدا كيدابز معاه، ومشى شفيق الكوزينه وجاب واحد المقده وضربوا بها للراس حتى مات. وهنا بدا سمو اختو كيجروا فيه وكيطيحوه في الارض باش يحيدوا ليه المقده من يديه، وهو في ديك الحاله الهستيرية بدا غير كيشير بالمقده وقتلهم كاملين بلا ما يحس. هنا شفيق كان كيحاول من خلال هذه الروايه انه يبرر الجريمه ديالو ويبين على انه ضحيه ديال العائله ديالته، وانه هما اللي جبدوه حتى قتلهم، يعني ما قادرش يثبت لراسو انه مجرم قتال قتل عائلته بلا رحمه بلا شفقه بسبب الفلوس ديال البليه اللي ما بغاوش يعطوهم ليه ديك الليله. وياريت تكون غير موخ تعطوه الفلوس يمشي في حالاته والله يعاونو ما يعاودوش يحلوا عليه، ولكن هما قصحوا راسهم وبقاو شادين معاه الزكير وعارفينو مريض ومبلي، وقعت الواقعه للاسف. شفيق اثناء التحقيقات ديالو قال انه بدا براجل اختو هو الاول قتلو، ولكن هاد الشيء كذوب لان السيد كان خدام ديك الليله وما جا حتى 6 ديال الصباح، وهاد الشيء بدليل الناس اللي خدم معاهم اكدوا انه كان معاهم الليله كامله. المهم التهم ثابته ضد شفيق سواء بالاعترافات ديالو وكذلك جميع الادله اللي كتدينو، واخا هو حاول يغير السيناريو ديال الجريمه ويكذب في بزاف ديال الامور. التحقيقات سالاو والملف ديال شفيق تحال على القضاء، وهنا القاضي غادي يشوف ان تهمه القتل العمد تحت الاصرار والترصد هي ثابته في حق شفيق، وبالتالي غادي يحكم عليه بالمؤبد. وفي سجن عكاشه شفيق اثناء الاستجواب الصحفي قال انه معذب بزاف ونادم حيت الضحايا كيخرجوا ليه كل ليله ملي كيبغي ينعس وكيبداو يعذبوا فيه في المنام. خوتي عمر الفشوش ما كان تربيه مزيانه، ديما الانسان المفشش كتلقى فيه عيوب الدنيا والدين، هذا علاش ما نربيوش ولادنا بالفشوش الزايد؟ اه نوفروا ليهم شنو بغاو ولكن بالقياس وبالمعقول، لان الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. كانت هذه هي قصتنا اليوم، ما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم والاراء ديالكم في هذه القضيه. شكرا على الحضور ديالكم الكريم، مع السلامه.